بعد أعوام قضتها في معاناة قاسية، ها هي الأرملة بوزار رفقة بناتها الخمس تهزم أغراضها لمغادرة جدران هشة كانت تقطن بها، بعدما استفادت من سكن اجتماعي رفقة عائلات أخرى في إطار القضاء على البناء الهش ببلدية جندل، وسط فرحة عارمة طالت حتى الجيران. أنا ومساكين ونتمنى لهم الفرحة إن شاء الله وحياة سعيدة في البنيان الجديد إن شاء الله، ونتمنى الوالد تاعنا إن شاء الله يزيد يشوف القلالين اللي مازالوا. الحمد لك والشكر يا ربي على هذا النعمة، النعمة نعمتان، الأولى هي أختي اللي تحصلت على شهادة البكالوريا، والفرحة الثانية اللي ربي رزقنا بالسكنة، وإن شاء الله نطلب إن شاء الله العقوبة إن شاء الله اللي ما داوش إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر على هذا النعمة يا ربي. الحمد لله نشكر رئيس الدائرة، نشكر رئيس الدائرة الأول اللي راح، نشكر الوالي، نشكر كاع اللي خدموا في الواسم تاع السكنة إن شاء الله. شهر أكتوبر كان فأل خير على العائلة، فقبل أيام فقط نالت الإبنة شهادة البكالوريا بتقدير جيد، ليقرر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري وبتعليمات من الوالي منح الإبنة الكبرى منصب عمل لتعيل بقية إخوتها. وهاد العائلة باش تكونوا معنا في الصورة، راهي بنت نتاعها راهي فازت نجحت في شهادة البكالوريا ما شاء الله، وعندها بنيتها راهي عندها تخصيص في المحاسبة، راه مدير الديوان والتسيير العقاري، راه وعد في إطار التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة وعدها بمنصب شغل إن شاء الله. عملية ترحيل أثلجت قلوب الصغار قبل الكبار، أين ستقضي العائلة بعد وقت طويل شتاء دافئ، ولترجع للبقية أملا كان يبدو بعيداً.